مرحبا بكم. هذه هي جنسيات 7 شخصيات المتحركة الشهيرة التي تعرفونها، ولكن أولا نريد منكم أن تقوموا بالاشتراك في القناة وتفعلوا جرس الإشعارات ليصلكم كل جديد ننشره لحظة بلحظة. لنبدأ. سابعا، بابي. من المؤكد أنك تتذكر بابي البحار، الشخصية المتحركة الذي يصبح قويا جدا عندما يأكل السبانخ. لكن شيئا لا تعرفه عن تلك الشخصية هو أنه كان ينتمي للجيش في الولايات المتحدة الأمريكية في خلال الحرب العالمية الثانية، لذلك يمكنك أن تقول أن جنسيته هي أنه أمريكي. سادسا، سيميرو سيمسون. ظهرت شائعة منذ شهور بأن سيميرو سيمسون جنسيته مكسيكية. تم تغيير اسمه إلى روميرو سانشيز، وعلى الرغم من أن ذلك كان مزحة، فالحقيقة أن الاتفاق على سلسلة هذه الرسوم المتحركة لديها جنسية أمريكية. خامسا، سبونج بوب. جميعنا نعرف أن سبونج بوب يعيش في مدينة تسمى قاع البيكن، وعلى الرغم من ذلك فإنه في تلك السلسلة من الرسوم المتحركة لم يتم قول في أي بلد تجدها. وقال كاتب تلك السلسلة في مقابلة تلفازية أن هذا المكان يوجد في قاع المحيط الهادئ والذي ينتمي للولايات المتحدة. وهكذا يمكننا استنتاج أن سبونج بوب جنسيته أمريكية. رابعا، بابا بيك. جميعنا نعرف الخنزير الطري بابا بيك، ولكن القليل جدا يعرفون معلومات شخصية عنه. فعلى سبيل المثال، هل تعرف أن المكان حيث يعيش بابي بيك يقع في المملكة المتحدة، حيث أن المنشئين لتلك السلسلة من هذا المكان؟ وهكذا فإنه يمكنك قول أن ذلك الخنزير جنسيته بريطانية. ثالثا، فارزون. إذا كنت من متعصب فارزون فإنني أتخيل أنه يجب عليك معرفة أن هذه هي ملكة أرانديد، فهو مكان رائع محاط بالحيوانات والكثير من النباتات، وأن هذا المكان الذي تطورت قصة الفيلم فيه هو مستوحى من مدينة توجد في الحياة الحقيقية تسمى أوريندال والتي تقع في النرويج. وهكذا يمكننا قول أن هذه الملكة وأختها ذو جنسية نرويجية. ثانيا، جرافيتي فولز. هي سلسلة تلفازية للرسوم المتحركة تم إنتاجها في عام 2012، والتي تتناول قصة أخوين توأمين ديبر ومابيل اللذان يقضيان عطلة الصيف في كوخ عمهم. والذي لا تعرفوه أن منشئ تلك السلسلة تم استيحاؤها من قرية تسمى أبوريداو والتي توجد في اليوروغواي بالولايات المتحدة. وهكذا فإن ديبر ومابيل جنسيتهم أمريكية. أولا وأخيرا، جوكو. يجب على الجميع أن يكونوا ذو معرفة لجوكو الذي ولد على كوكب بينيتا، وبعد ذلك تم إرساله إلى كوكب الأرض. وعلى الرغم من أنه في السلسلة لم يذكر أي مكان أو بلد وجد فيه، وأن كل شيء يجب أن يشير إلى ذلك، حيث أن السفينة التي يسافر فيها جوكو وقعت في بلد اليابان، وأنه في خلال تطور الأحداث نرى بعض التقاليد الأصلية للنوبن. إن ذلك واضح حيث أن أكري تورياما هو من نفس البلد. شكرا لكم أصدقائي للمشاهدة، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم كل جديد ننشره لحظة بلحظة.